ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنعمل ديك رومي في الفرن. المكونات بتاعنا ديت اللي هي الحتة بتاعت الورك بتاعت الديك الرومي، تقدروا تستعملوا اي حاجة، ممكن تنفع كمان بالبط، بس دي انا القطعة دي اللي عندي. التوابل بتاعتنا هتبقى ملح، معلقة كبيرة ملح، حبهان، فلفل اسود، كمون، جنزبيل، بهارات، قرفة، ورق لورا، وكزبرة، روزماري، ومستكة بس مش كتير، يعني حبة صغيرين خالص، وزعتر. وهنحتاج طماطماية، بصلاية، ليمونية، وحوالي 5 فصوص ثوم. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ازاي. هنجيب الخلاط بتاعنا، حط فيه الحاجة بتاعتي كلها. انا حاطة فيه حوالي ربع مية، او يعني يدوب مغطي السكينة بشوية عشان هي دي المية اللي هتسويه معايا. حطيت البصل، الليمون، الثوم، الطماطم، وبعد كده هحط البهارات بتاعتي كلها. طبعا لو انتوا عندكم روزميري او زعتر فريش ده يبقى احلى بكتير، طبعا حاجه الفريش تبقى طعمها احلى. بعد كده هضربه بقى في الخلاط. كده تمام. انا عايزاه يبقى عامل زي العصير بحيث ان التتبيله تدخل معايا جوه الديك رومي. انا هجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها خلاط كده، مش محتاجينه تاني، بس على جنب كده. تمام، الديك رومي بتاعي، او لو انتوا عايزين تعملوها بالبط برضو هتنفع. احنا هفتحه بالسكينه عشان ادخل فيه التتبيله. التتبيله بتاعتي دي وادخلها في الفتحات اللي انا عملتها دي، عايزاها تيجي التتبيله تدخل جوه خالص. فتحت صغنونه، كبرها شويه كده. طبعا كل ما التتبيله تدخل جوه كل ما يبقى الطعم احلى. كده دخل التتبيله جواه في كل حته، في نفس الوقت الناحيه التانيه حط برضو التتبيله في كل حته كده. تاني اقلبه انتي، انا ممكن افتح فتحه كمان اهو، وغطيه بعد كده بقى بقيته التتبيله خالص. التتبيله مغطيه كله. انا هسيبه حوالي ساعه تتبيله تعمل معاه. تقدروا تسيبوه قبلها بيوم، انا ما عنديش وقت بصراحه ان انا اخليه قبلها بيوم، فانتوا تقدروا تخليها تسيبوها يوم. بعد كده انا هسيبها ساعه وارجع لكم تاني بعد ساعه عشان نسويها. كده زي ما انتوا شايفين انا سبتها ساعه، هغطيها بالفويل وهتتسوى على 3 مراحل. اول مرحله هحطها على البوتاجاز عادي، تاخد غلوتين يعني تاخد حوالي 10 دقايق، وبعد كده هحطها في الفرن ساعه، وبعد كده هفتح عليها الشوايه نص ساعه. هحطها بقى مغطيها بالفويل. هقفلها بقى كويس. انا مشغله الفرن يسخن على ما تاخد غلوتين على النار، هرجع لكم بقى بعد ما اخلصها خالص. وده كده بعد ما خرجناه من الفرن، هنشوف بقى بعد ما نغرفه بيبقى عامل ازاي. وده بقى بعد ما خلصنا خالص، لا مش قادره اقول لكم بقى ريحتها عامله ازاي، ريحتها تجنن يعني. جربوها وهتدعوني. لو عجبتكم الوصفة
ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وفولو مي على انستجرام ولايك لصفحتي على الفيسبوك. باي باي.